يا هلا فيكم من وكالة لكزس. أهلا فيك إيهاب، سعيدين قاعد نشوفك إحنا على أرض الواقع. حسب ما فهمت من عندك حاليا أنه سابقا في السيارات العادية أنه كل الحمل يقع على المحرك البنزين، صحيح. لكن الآن راح يكون الحمل موزع ما بين الاثنين. بالضبط، صحيح. صار الحمل يعني كمية استهلاك البنزين أصبحت أقل، أنت ما تحتاج تستهلك مثلا لتر كامل بنزين عشان تستخدم طاقة معينة، تحتاج تستخدم نص لتر بنزين، ففي شيء ثاني يعطيك طاقة بديلة عن احتراق البنزين الموجود في المحل. صحيح. طيب، في أنت قلت لي وإحنا قبل التصوير أن في بعض الشغلات راح ترينها داخل السيارة، فإيش رأيك ندخل داخل السيارة عشان نشوفها؟ يلا. إحنا في الاستديو تكلمنا عن نقطة اللي قلت فيها أن ناقل الحركة الخاص بالسيارة فيه مميزات مختلفة، فممكن تعطينا معلومات أكثر؟ صحيح، ناقل الحركة في سيارات الهايبريد طور بحيث بدل ما يكون سي في تي اصبح الكتريك سي في تي. من اهم ميزات الكتريك سي في تي الهدوء داخل السياره بحيث انه الاحتكاك اقل، ما في احتكاك في المحرك في الجير، توزيع القوه على الكفرات بشكل جدا متساوي وافضل، بالاضافه الى السلاسه في تغيير التسارع ما بين السرعات. البطاريه هذا اكثر سؤال الناس تسال عنه، هل تنشحن من برا ولا ايش وضعها؟ كم الوقت اللي تاخذ عشان تشحنها؟ معلومات صراحه جدا مهمه لو فتنا فيها. طيب، البطاريه تشحن اوتوماتيكيا وتلقائيا اثناء دوران الكفرات، فما يحتاج فيها اي تدخل او اي مصادر خارجيه لشحن البطاريه. حلو. وما يسمى السلف تشارجينج. طيب، الضمان كم الضمان؟ طيب، الضمان المصنعي لسيارات هايبريد لكسس هايبريد هو نفس الضمان اللي موجود على جميع سيارات لكسس، اللي هو 4 سنوات او 100,000 كيلومتر ايهما يسبق. وش المستقبل في لكسس للسيارات؟ زي ما احنا شايفين صناعه السيارات قاعد تمر بقفزات كبيره، صحيح. فارادت لكسس انها هي تستمر في يعني مهمتها الاجتماعيه، بالاضافه الى الفكره الاساسيه لتصنيع السيارات لجعلها محفزه للحواس الخمس. اجل حمستني انا صراحه اجرب السياره، بنيدك. خلونا نتوكل على الله ونسوي تجربه للسياره. يعطيك العافيه على وجودك معنا اليوم، تعبناك معنا لكن معلوماتك كانت جدا مثريه، فجزاك الله خير على حضورك معنا. بالعكس، حياك عبد الله، اي وقت.